اشتباكات عنيفة في القدس المحتلة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال وفتح تتهم حماس بالمسؤولية عن تفجيرات منازل كوادر الحركة في غزة. واشنطن تبحث فرض عقوبات على ميليشيات ليبية والبرلمان المنتخب يؤكد رفض الحكم بحله. مظاهرات في اليمن مؤيدة للرئيس السابق علي عبد الله صالح وللتحذير من عقوبات أممية محتملة. الرابعة بتوقيت القاهرة، الثانية في جرينتش، موعد فترة إخبارية جديدة من النيل. مرحبا بكم. اندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين قرب حاجز مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل بلدة الرام شمال المدينة، كما وقعت مواجهات عنيفة عند حاجز إسرائيلي في قرية برقة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. مواتر عسكرية نصبت في المدينة المقدسة وطوقها جنود أحاطوا المكان بأسلحتهم وبأوامر أمنية لدرء المقدسيين من أداء الصلاة في رحاب المسجد المبارك. تفتيش للكبير قبل الصغير ومنع قابله المقدسيون بافتراش الأرض والتحاف السماء لأداء فريضتهم. هذا مش من حقهم، هم انهم يحددوا عمر الشخص لدخول المسجد الاقصى، فمن حقنا كمسلم انه نؤدي عباداتنا زي ما هم بيأدوا عباداتهم. هذا مظهر عسكري مرفوض في هذه المدينة المقدسة، يمس قدسية هذه المدينة اصلا، وبالتالي هذه اجراءات غير مقبولة، اجراءات مرفوضة، اجراءات اقل ما يمكن ان يقال فيها انها تحد من حرية العبادة وتحد من حرية الوصول الى اماكن العبادة، وهذا حق ضمنته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية. الحراك الشعبي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية منذ فترة طويلة يسير بالتوازي مع حراك سياسي دبلوماسي، كان آخره تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوجه إلى مجلس الأمن هذا الشهر لتحديد سقف زمني واضح لإنهاء الاحتلال وللحد من انتهاكاته في المدينة المقدسة. التحرك السياسي الفلسطيني تجاه مجلس الأمن هو للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ممارساتها خاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى وساحاته، بالإضافة إلى الممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس، وهذا يترافق ويتزامن مع موجة من الغضب الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. فيش ولا ديانة من الديانات السماوية بتحدد عمر اللي بده يصلي واللي بدهش يصلي واللي بده يمارس يعني العبادة تجاه رب العالمين إلا في دولة إسرائيل وللمسلمين فقط. إغلاق المسجد الأقصى وتطويق القدس تزامن مع انطلاق مسيرات خرجت في شوارع الضفة الغربية تحت عنوان لبيك يا أقصى، متوجهة إلى مناطق التماس مع الجانب الإسرائيلي الذي لم يلبث بتفريق المتظاهرين بالأعيرة النارية والمطاطية وقنابل الصوت والغاز موقعا العشرات من الإصابات. في القدس حكايات لها بدايات ولا تعرف النهايات إلا إذا كانت مكللة بالحرية. في القدس قبة ومسجد وباحات وثوار لا يهابون عدوا يسعى لقتل وطنيتهم قبل وطنهم. ثروة شقرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، النيل. وتبقى معي ثروة شقرة عبر الأراضي الفلسطينية وتحديدا من رام الله. الوضع لديك خاصة في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، وهل ما زالت المواجهات مستمرة ما بين قوات الاحتلال والفلسطينيين هناك؟ ثروة هل أنت معي؟ ألو، هل تسمعينني؟ نعم أسمعك. أسألك عن آخر تطورات الوضع في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، وهل لا زالت المواجهات مستمرة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ نعم، إلى هذه اللحظة هناك مواجهات في مخيم شعفاط وهو مسقط رئيس الشهيد إبراهيم العكاري، نظم حيث نظم المصلون جنازة رمزية له، انطلقت عقب صلاة الجمعة في المسجد الكبير إلى منزله وصهي نفات التكبير والشعارات الوطنية ضد الاحتلال، أيضا رفع فيها المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الشهيد العكاري بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدم منازل منفذي عمليات الدهس في القدس المحتلة، وأيضا هناك قرار بهدم منزل الشهيد العكاري. أيضا على غرار ذلك هناك مواجهات
عنيفة انطلقت في بعد صلاة الظهر من مسجد قلنديا في رام الله نحو حاجز قلنديا العسكري قرب أيضا. المواجهات إلى هذه اللحظة مستمرة ولكن بوتيرة أقل. هناك عدة إصابات وبعض الاعتقالات التي سجلت في صفوف الشبان المقدسيين الذين انتشروا اليوم سواء كان في الضفة الغربية أو في القدس تنديدا كما ذكرت بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الأقصى ضمن النداء الذي تلبية للنداء الذي كان تحت شعار لبيك يا أخي. نعم ثروة يعني نية المتظاهرين الاستمرار في هذه التظاهرات حتى الليل؟ نعم يعني القدس تشهد وبشكل عنيف مواجهات ليلية سواء كان في أزقة وحارات البلدة القديمة في القدس المحتلة أو في الأحياء المتاخمة والمجاورة مثل رأس العمود سلوان. أيضا هناك مداخل مغلقة وبشكل كامل مثل مدخل بلدة الرام الفاصل ما بين رام الله والقدس، وأيضا هناك حواجز إسرائيلية مغلقة، وبالتالي هذا يثير استفزاز الشبان الفلسطينيين، ومن المرجح أن تتصاعد هذه المواجهات في القدس تحديدا أيضا في الضفة الغربية. ثروة شقرة من رام الله شكرا جزيلا لك. هذا وتشهد مدينة القدس المحتلة اعتداءات مستمرة منذ أكتوبر الماضي في ظل الاقتحامات من جانب المستوطنين اليهود المتطرفين وبعض المسؤولين الإسرائيليين للمسجد الأقصى. المزيد مع الزميل مصطفى ميزار. ملامح انتفاضة فلسطينية ثالثة بدت واضحة في مدينة القدس المحتلة وقد تكون مرشحة للانتقال سريعا إلى بقية مدن الضفة إثر الاعتداءات الإسرائيلية شديدة الوحشية بحق المسجد الأقصى المبارك. ففي 22 من أكتوبر الماضي تفجر الوضع حينما اغتالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشاب الفلسطيني معتز حجازي زاعمة أنه حاول إطلاق النار على أحد قادة اليمين الإسرائيلي والذي يسعى منذ سنوات للسماح لليهود بالصلاة في باحة الأقصى. وفي 30 من أكتوبر الماضي أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى حتى إشعار آخر، وهي الخطوة التي اعتبرتها السلطة الفلسطينية بمثابة إعلان للحرب. في 2 نوفمبر وفي اجتماع طارئ اعتبرت الجامعة العربية أن إسرائيل وصلت إلى الخط الأحمر في إشارة لاقتحام لنائب إسرائيلي يميني متطرف لباحة الأقصى. وفي 3 نوفمبر اندلعت اشتباكات في أحياء مختلفة من القدس الشرقية المحتلة وجرت اعتقالات بالجملة تعدت للمئة فلسطيني، في حين صادقت الحكومة الإسرائيلية على تجديد العقوبات على رشق الحجارة لمدد تصل إلى السجن 20 عاما. في 3 نوفمبر أيضا أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لمشروع استيطاني يهدف لبناء نحو 500 وحدة جديدة في أحد أحياء الضفة الغربية التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمته إلى القدس. في 4 نوفمبر أقدم الاحتلال الإسرائيلي على هدم 3 منازل للفلسطينيين ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى رغم عدم صدور قرارات بهدمها أو مخالفتها لبلدية الاحتلال. في 5 نوفمبر طلب الفلسطينيون من مجلس الأمن الدولي تبني موقف يلزم إسرائيل بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم وإيقاف إجراءاتها في القدس المحتلة. أما في 6 نوفمبر دشن نشطاء فلسطينيون صفحات على الإنترنت باسم داعس في إشارة إلى هجمات الدعس أو الدهس المتتالية التي قاموا بها في كل من القدس والخليل في حق جنود إسرائيليين. كانت هذه مشاهدين نظرة موجزة على الوضع القائم في القدس المحتلة وما يتعرض له الأقصى من انتهاكات متكررة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي. على جانب آخر حملت حركة فتح حركة حماس مسؤولية التفجيرات التي استهدفت النصب التذكارية للرئيس الراحل ياسر عرفات وكوادر حركة فتح في قطاع غزة. وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن هذه التفجيرات هدفها نسف الجهود الرامية لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة بين الفصائل حسب تعبيرها. من جانبها ألغى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله زيارة كانت مقررة غدا إلى قطاع غزة لإحياء الذكرى 10 لوفاة عرفات تنديدا بهذه الانفجارات. وكان من المتوقع أن يلتقي الحمد الله في غزة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني لبحث تطورات الشأن الفلسطيني.
من جانبه قال المتحدث باسم حماس في غزة سامي أبو زهري إن الحركة تدين بشدة الحادث الإجرامي الذي استهدف بعض المنازل التابعة لحركة فتح في غزة، داعيا الأجهزة الأمنية للتحقيق وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة. حركة حماس تدين بشدة الحادث الإجرامي الذي استهدف عددا من منازل قيادات حركة فتح في قطاع غزة، والحركة تدعو الأجهزة الأمنية إلى التحقيق وسرعة ملاحقة المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة. وفي ذات الوقت نحن ندعو الدكتور رامي الحمد الله بصفتي وزير الداخلية إلى تحمل مسؤولياته في متابعة الأجهزة الأمنية. حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي الجديدة فريدريكا موغريني من تصعيد جديد لأعمال العنف في الشرق الأوسط حال عدم استئناف الجهود لحل النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وانتقدت موغريني مواصلة بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، واعتبرت استمرار الاستيطان عقبة في طريق إحراز تقدم في الحل السياسي. تعد هذه الزيارة الأولى رسميا لممثلة الاتحاد الأوروبي للأراضي المحتلة منذ توليها المنصب مطلع الأسبوع الماضي. وصل إلى القاهرة الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني أنطونيو ساماراس، وذلك للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص والمقرر عقدها غدا السبت. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثلاثية على المستوى السياسي والتجاري مع دول شرق البحر المتوسط وتفعيل آلية التعاون بين الدول الثلاث، فضلا عن إجراء محادثات تشاورية حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. يعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم توصياته بشأن التقرير الذي عرضته مصر ضمن آلية المراجعة الشاملة للمجلس الدولي مؤخرا. وقد اتخذت البعثة المصرية الدائمة في جنيف وفق تعليمات من الخارجية عدة إجراءات رسمية من أجل توضيح الجهود المبذولة في ملفات حقوق الإنسان والحريات بمصر، بما في ذلك سيادة القانون وحرية التعبير للجميع. من جانبه عبر السفير البريطاني لدى مصر جون كاسون عن ترحيبه بالتزام مصر ببناء دولة تتسم بالاستقرار والرخاء والديمقراطية وحقوق الإنسان. أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارا بحبس السائق المتهم في حادث التصادم الذي وقع الأربعاء الماضي بالبحيرة، وذلك لمدة 4 أيام احتياطيا. أسندت النيابة العامة إلى المتهم الذي يبلغ من العمر 25 عاما أسندت إليه ارتكابه لجرائم القتل الخطأ نتيجة الإهمال والرعونة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الذي تم ضبطه عقب هروبه من مكان الحادث يقيم بالغربية، وكشفت نتائج التحليلات له تعاطيه المخدرات. قتل شخص وأصيب ضابط ومجندان خلال اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار تنظيم الإخوان الإرهابي في محافظة الفيوم. يأتي هذا بينما اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وأنصار الإخوان في منطقة المطرية بالقاهرة، وأطلق أنصار الإخوان طلقات الخرطوش على قوات الأمن التي استخدمت قنابل الغاز المسيلة للدموع. قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على الفصائل التي تقاتل في ليبيا للحيلولة دون تحول حرب بالوكالة تغذيها قوى إقليمية إلى حرب أهلية شاملة ولإرغام زعماء المتشددين على التفاوض. كما دعت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تصعيد حالة الاستقطاب، خاصة بعد حكم المحكمة العليا الليبية بحل البرلمان المنتخب. حالة من الضبابية والترقب تسود المشهد الليبي والمعنيين به، وذلك بعد حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بحال البرلمان المنتخب الذي يتخذ من طبرق مقرا له. في الداخل اعتبر البرلمان الوطني العام في طرابلس أن الحكم يتيح فرصة لفتح حوار وطني لإنهاء الأزمة في ليبيا، كما يعطي قوة لسلطة القائمة في طرابلس من برلمان وحكومة عمر الحاسي وكذلك القوات التي تدعمها. في المقابل لا تزال حكومة عبدالله الثاني المعترف بها دوليا تدرس الموقف، فيما قال البرلمان المنبثق عن لجنة 17 من فبراير إن طرابلس تعد خارج السيطرة وتحكمها الميليشيات المسلحة ولا تتبع شرعية الدولة، وبناء على ذلك فإن الحكم قد صدر تحت تهديد السلاح. على المستوى الخارجي قالت الأمم المتحدة التي ترعى جهود وساطة سياسية بين أطراف الأزمة الليبية، قالت في بيان لها إنها تدرس الحكم، مضيفة أن هناك حاجة ملحة لتتوصل كافة الأطراف إلى توافق بشأن الترتيبات السياسية.
وفيما تتهم جهود الأمم المتحدة بالتباطؤ في التعامل مع الأزمة الليبية. قالت مصادر أمريكية إن واشنطن تدرس فرض عقوبات على الفصائل التي تقاتل في ليبيا، وذلك للحيلولة دون تحول حرب بالوكالة تغذيها إقان إقليمية إلى حرب أهلية شاملة، والإرغاء زعماء المتشددين هناك على التفاوض. تطور الأزمة السياسية على خلفية قرار المحكمة العليا يأتي فيما تتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر وقوات تطلق على نفسها قوات فجر ليبيا في مدينة بني غازي. لكن التطور العسكري الأبرز كان سقوط حقل نفط الشرارة في يد مجموعات من المسلحين، ويعد الحقل أكبر منشأة لإنتاج النفط في البلاد، ويمثل ضربة لجهود الحكومة للحفاظ على صناعة النفط بمعزل عن الفوضى السياسية التي تضرب بطن بها حاليا في ليبيا. وعلى الصعيد الميداني تستمر قوات الجيش الليبي في التقدم بمنطقة الصبري شرق بنغازي تحت غطاء من مقاتلات سلاح الجو، وتواصل الاشتباكات على عدة محاور. وقال المتحدث باسم الجيش الليبي محمد حجازي إن قواته حررت جميع المناطق الاستراتيجية ببنغازي بعد اشتباكات مع مسلحين. نحن الآن نستعد إلى اقتحام وسط منطقة الصبري بعد أن اقتحم الجيش مدخل منطقة الصبري. هذه المجموعات الإرهابية الآن محصورة في بقعة أو ما يسمى المعروفة بسوق الحوت، ومنطقة الميناء الآن يضيق عليهم خطوط الانفلاق، هم بين فكيك الماشي الآن. مشاهدينا الكرام، ما ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس الأستاذ عصام الزبير الكاتب الصحفي. أستاذ عصام، كيف تبدو الصورة على الأرض في ليبيا الآن وخاصة بعد قرار المحكمة العليا الليبية؟ تبدو الصورة الآن بالنسبة لمناطق الغرب متجهة نحو الهدوء ومتجهة نحو إلى قليل من الاحتقال لدى بعض الذين انتقدوا قرار المحكمة، بينما يتجه الأغلب إلى الهدوء، خاصة وأن اليوم هي الجمعة 15 للمطالبة بإسقاط البرلمان. وطبعا اليوم حتكون ليس بإسقاط البرلمان، وإنما حتكون حسب ما رفعوا شعارها بأنها دعم للثوار. نعم، هذا حسب ما نراه الآن. وماذا عن الصعيد السياسي؟ الصعيد السياسي هناك تقبل حتى لأعضاء مجلس النواب، لأننا نعلم أن مجلس النواب كثير بعض أفراده منقطعون عن جلساته، وبالأمس حتى هناك 5 من النواب الذين موجودون في مدينة تبرق أبدوا رغبة بالامتثال لقرار المحكمة التشريعية، بينما أخذ الذين يأخذون من المنهج الفدرالي موقفا مخالفا وطالبوا حتى بالتقسيم. ولذلك فإن قرار المحكمة هي أعلى سلطة شرعية، اعتبر البعض لابد من أن يمتثل إليه لأنه تحقيقا لشرعية القانون. طيب ماذا عن يعني قرار الولايات المتحدة أو مناقشاتها بشأن يعني فرض عقوبات على الميليشيات المسلحة في ليبيا؟ الكل يرغب في أي تنظيم مسلح، حتى الذي يقوده عملية الكرامة وحفر هو بحد ذاته تنظيم مسلح، لا كما تطلقون عنه أنتم باسم الجيش الليبي. لا يوجد جيش ليبي تحت الحكومة ولا وجود له، ولقد سمعنا حتى بان كيمون قال بأن قوات الجنرال حفر، ولكن أنتم تريدون أن تطفوا عليه هذه الشرعية، أعتقد أنها خاطئة. والآن البرلمان ليس له شرعية، فكيف ستكون لهم شرعية؟ حتى هم يعتبرون من الميليشيات المسلحة، ونحن ننتظر القوائم صدورها من الأمم المتحدة لكي تبقى الأمور على وضعيتها. نعم، سيد عصام الزبير الصحفي الليبي، شكرا جزيلا لك. وفي اليمن تظاهر آلاف المؤيدين للحوثيين وأنصار الرئيس السابق عبد الله صالح في العاصمة صنعاء ضد عقوبات تعتزم الأمم المتحدة فرضها على الرئيس السابق واثنين من قادة حركة الحوثيين. ويمنع مشروع القرار الدولي كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من منح تأشيرات دخول لعلي عبد الله صالح ولقائد التمرد الحوثي عبد الملك الحوثي واثنين من قادة الحوثي. على وتر مشدود تبقى الأوضاع في اليمن سواء كانت ميدانية أو سياسية. وفي العاصمة صنعاء تظاهر أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ضد عقوبات محتملة للأمم المتحدة بحق صالح واثنين من قادة التمرد الحوثية بتهمة عرقلة جهود السلام في البلاد. وقد حذر حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح من أن أي عقوبة ستؤدي إلى تأجيج الأزمة أكثر في اليمن.
وقال الحزب أن أنصاره وحلفائه سيتصدون للعقوبات بكافة الوسائل السلمية، مشددا رفضه لكافة أشكال التدخل الأجنبي في البلاد. ويدعم صالح تمرد الحوثيين الشيعة الذين استولوا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من البلاد منذ سبتمبر الماضي. ومشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة مؤخرا في مجلس الأمن يمنع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من منح تأشيرات دخول لعلي عبد الله صالح ولقائد التمرد الحوثي زعيم حزب أنصار الله عبد الملك الحوثي والقيادي متمرد آخر وعبد الله يحيى الحكيم. وبالتزامن مع مظاهرات أنصار صالح، انتشرت قوات الأمن الخاصة اليمنية في الشوارع الرئيسية للعاصمة للمرة الأولى منذ دخول أنصار الحوثي صنعاء في 21 من سبتمبر الماضي. وتنحى صالح عام 2012 في اتفاق لنقل السلطة بمبادرة خليجية ساندتها الولايات المتحدة، وهو الاتفاق الذي منحه حصانة من أي مساءلة قانونية بشأن أي قرار اتخذه قبل الاستقالة. لكن الولايات المتحدة قالت أن الرئيس السابق استمر في محاولاته تقويض أي جهود لانتشال البلاد من الاضطراب السياسي. نزلنا معكم مشاهدينا الكرام، وبعد فاصل الاقتصاد. 40 قتيلا في اشتباكات بين مسلحين موالين للحكومة السورية ومقاتلين معارضين جنوب دمشق. اشتباكات عنيفة في القدس المحتلة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وفتح تتهم حماس بالمسؤولية عن تفجير منازل كوادر الحركة في غزة. واشنطن تبحث فرض عقوبات على ميليشيات ليبية، والبرلمان المنتخب يؤكد رفض الحكم بحله. مظاهرات في اليمن مؤيدة للرئيس السابق علي عبد الله صالح وللتحذير من عقوبات أممية محتملة. نتحول لمتابعة أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع شهاب شعلان. ليك شهاب. شكرا نرمين، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفتنا الاقتصادية وفيها بعد الفاصل. أكثر من 15 مليار جنيه هي مكاسب البورصة المصرية في أسبوع وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات. حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الجاري مكاسب بلغت نحو 15 مليار و300 مليون جنيه، ليبلغ رأس مالها السوقي نحو 519 مليار ونصف مليار جنيه بارتفاع بلغت نسبته 3%. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة زيادة أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع المنقضي لتصل إلى نحو 5 مليارات و900 مليون جنيه، كما حققت مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية ارتفاعات جماعية. صرح وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي أنه تم الاتفاق مع الشركات المنفذة لبطاقات التموين الذكية على سرعة تحويل بطاقات التموين الورقية إلى بطاقات ذكية. وأضاف حنفي أنه سيتم استخراج بطاقات بدلا من التالفة والفاقدة وبطاقات صرف الخبز وإجراء عمليات الفصل الاجتماعي
في البطاقات وتسليمها إلى المواطنين خلال أسبوع. كما أشار وزير التموين إلى أنه سيتم توفير ماكينة إضافية لبيع الخبز في المخابز التي لديها ماكينة واحدة، موضحا استمرار صرف نقاط الخبز التي تتم بداية من كل شهر ولمدة 10 أيام. أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق أن صادرات النفط من الإقليم زادت إلى نحو 300,000 برميل يوميا، متوقعة أن تصل إلى نحو 500,000 برميل يوميا أوائل العام المقبل. وتقوم منطقة كردستان بزيادة صادراتها النفطية عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط منذ مايو، على الرغم من اعتراضات قانونية من بغداد تصف بها المبيعات بأنها غير مشروعة. تراجعت العملة الروسية أكثر من 3% اليوم لتتدنى إلى مستويات تاريخية في مواجهة اليورو والدولار، وتخطى اليورو بشكل غير مسبوق عتبة 60 روبل ليرتفع بعد ذلك بقليل إلى 60 روبل و27 من 100 روبل، فيما وصل سعر الدولار إلى 48 روبل و64 من 100 روبل. وخسرت العملة الروسية نحو ربع قيمتها منذ مطلع العام، وتسارعت تراجعها في الأيام الأخيرة على خلفية العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا وانخفاض أسعار النفط. من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هبوط أسعار النفط العالمية الذي أضر باقتصاد روسيا يرجع في جانب منه إلى ألاعيب سياسية. كان سعر مزيج النفط الخام الروسي أورال قد هبط نحو الربع منذ نهاية يونيو مسايرا اتجاه الأسعار العالمية للنفط ليصل إلى أقل من 80 دولارا للبرميل، وسيؤدي هذا المستوى السعري المنخفض إلى مزيد من الضغوط على الاقتصاد الروسي الذي تضرر بالفعل من جراء العقوبات الغربية على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا. تظاهر نحو 100,000 بلجيكي في وسط بروكسل احتجاجا على الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الجديدة وتدابير خفض النفقات. وأعلنت النقابات عزمها تنظيم سلسلة من الإضرابات الإقليمية كل يوم اثنين اعتبارا من 24 نوفمبر، على أن تصل الاحتجاجات إلى ذروتها في 15 ديسمبر بإضراب عام. وتعهدت حكومة يمين الوسط البلجيكية التي بدأت عملها الشهر الماضي بزيادة سن التقاعد وتقليل التقاعد المبكر وخفض موازنات الصحة والضمان الاجتماعي وإلغاء زيادة في الأجور مرتبطة بالتضخم من المقرر تنفيذها العام المقبل. في ألمانيا تضررت حركة القطارات من جراء إضراب غير مسبوق لسائق الشركة الوطنية للسكك الحديدية، ويطالب العمال المضربون بزيادة الأجور وخفض ساعات العمل. وشل الإضراب حركة القطارات المتوجهة إلى الأقاليم والضواحي التي يستخدمها يوميا ملايين الألمان لدى ذهابهم إلى أعمالهم. أطلقت وزارة السياحة المصرية برنامجا لتزويد كل الحافلات السياحية بأجهزة لتحديد المواقع بهدف معرفة أماكنها ومساراتها ومراقبة التزام السائقين بقواعد المرور. كما يشمل البرنامج تدريب السائقين وإجراء فحص طبي شامل دوري عليهم. مع تكرار حوادث الطرق واستمرار نزيف الأسفلت الذي يؤدي إلى مقتل وإصابة الآلاف سنويا بسبب رعونة القيادة وسوء حالة الطرق، أطلقت وزارة السياحة برنامجا لتدريب سائقي حافلات نقل السائحين. الوزارة قررت أيضا تزويد كل الحافلات السياحية بأجهزة لتحديد المواقع GPS بهدف معرفة أماكنها ومساراتها أولا بأول ومراقبة الالتزام بقواعد السرعة وقوانين السير. ونظام الجي بي اس اللي طبع الباصات مهم جدا، لان التدريب هو عبارة عن منظومة مراقبة تدريب قانوني حاسم، فالمنظومة لازم تبقى ثلاثية. فاحنا هنا بنعمل البداية بالتدريب ورفع المهارات وادراك الوعي عند السواق من المخاطر. نظام المراقبة بتاع الجي بي اس يقدر يراقب السواق ويراقب السرعة ويراقب كمان وقف فين وتحرك منين
وفي حاجة مهمة أمنيا كمان إن هو يقدر يعرف مكان المركبة لو غيرت اتجاهها أو راحت في أي مكان غير المكان اللي هي تقصده. كما أنشأت الوزارة مركزا لمتابعة حركة الحافلات السياحية في كل أنحاء البلاد من خلال منظومة تحديد المواقع لتسجيل أي مخالفات لقواعد السلامة أو قوانين المرور يرتكبها السائق لتبلغ بها الشركة السياحة التابع لها. أنا مفروض هنا أوبريتور جي بي إس أوبريتور بنتتبع المركبات السياحية لركبة جي بي إس، بنطلع المخالفات والإنذارات بشكل يومي على طول، بنبعت للشركات الإنذارات دي وبيتم المعاقبة على كده يعني. وزارة السياحة أمهلت الشركات العاملة حتى 13 من نوفمبر الجاري لتزويد حافلاتها بأجهزة تحديد المواقع. لو العرضيات في على 13 نوفمبر الجاي ده احنا مركبين لغاية دلوقتي حوالي 1820 اتوبيس، مركبين 1820 جهاز في 1820 اتوبيس، بقى لنا حوالي 800 اتوبيس هينتهوا ان شاء الله، المهلة هتنتهي في 13/11 اللي جاي دوت، بعدها هنلغي كل العربيات اللي هي مش مركبة الجهاز ده. وفي عقوبات متوقع على السائق كمان وعلى المنشأة، على الشركة السياحية بنلغي زي ما قلت لحضرتك كده ان احنا بنلغي الاتوبيس كمنشأة سياحية وبنبلغ الجمارك وبلغ المرور انها تاخذ اجراءات ضده يعني. وتتطلع وزارة السياحة الى وصول عدد السائحين الوافدين الى مصر الى اكثر من 10 ملايين سائح، وان تتجاوز الايرادات 7 مليارات دولار في عام 2014. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت وقفتنا الاقتصادية، لكن بانوراما الرابعة ما زالت مستمرة مع نرمين خليل. أشكرك شهاب. إلى الشأن السوري، حيث قتل 40 شخصا في اشتباكات بين مسلحين موالين للنظام في سوريا ومقاتلين معارضين بينهم جبهة النصرة في جنوب سوريا على مقربة من الحدود اللبنانية. يأتي هذا بينما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 12 مدنيا على الأقل بينهم أطفال في غارات شنتها مروحيات الجيش السوري على أحد الأحياء في مدينة حلب شمال البلاد. ما بين البراميل المتفجرة للنظام السوري وغارات التحالف الدولي على مواقع داعش وردود فعل الفصائل المسلحة، تتهاوى سوريا والشعب السوري. اشتباكات عنيفة دارت رحاها بين مسلحين موالين للنظام ومقاتلين معارضين بينهم جبهة النصرة بجنوب غرب دمشق على مقربة من الحدود اللبنانية، أسفرت عن سقوط العشرات غالبيتهم من جنود النظام. وفي حلب شنت مروحيات الجيش السوري غارات على أحد أحياء المدينة، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم أطفال ونساء بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. حي الشعار لم يغب عن نيران النظام السوري، فقد ألقى الطيران المروحي برميلين متفجرين على مبنيين في شارع المواصلات بمنطقة المواصلات القديمة في الحي، كانت جبهة النصرة قد انسحبت منهما في وقت سابق. في هذه الأثناء ذكر ناشطون أن الجيش السوري شن غارتين جويتين على منطقة حوش الفأرة في ريف دمشق وعدة ضربات جوية على منطقة الكسوة. إلى ذلك رجحت الولايات المتحدة أن تكون قتلت في سوريا صانع القنابل وخبير المتفجرات الفرنسي في مجموعة خرسان الجهادية بعد مطاردته على مدى أسابيع، وذلك بعد شن الطائرات الحربية الأمريكية 5 غارات جوية على أهداف الجماعة. بيان عن القيادة المركزية الأمريكية أوضح أن الضربات الجوية جاءت كرد حاسم لحماية المصالح الأمريكية والحد من قدرات الجماعة للتخطيط لشن هجمات في الولايات المتحدة والدول الغربية، لافتا إلى أن الغارات لم تكن ردا على الاشتباكات الجارية بين جبهة النصرة وعناصر من المعارضة المعتدلة السورية، كما أنها لم تستهدف جبهة النصرة. أعلن مسؤولان أمريكيان أن الرئيس باراك أوباما سيطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 3.2 مليار دولار لمكافحة تنظيم داعش في العراق وسوريا. ومن المتوقع أن يقدم أوباما طلبه للحصول على تمويل إضافي على شكل تعديل لموازنة صندوق العمليات الطارئة في الخارج، وهي ميزانية منفصلة عن موازنة البنتاغون وتشبه بطاقة ائتمان لتمويل تكاليف الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة. يأتي ذلك بعدما تكلفت الغارات منذ بدايتها في 16 من أكتوبر الماضي 580 مليون دولار بحسب وزارة الدفاع الأمريكية.
يجتمع اليوم مجلس شورى حركة النهضة التونسية للإعلان عن المرشح الرئاسي الذي ستقوم الحركة بدعمه خلال الانتخابات الرئاسية والمقررة في 23 من الشهر الجاري. كانت مصادر في النهضة أكدت أن الحركة لن تدعم الرئيس الحالي منصف المرزوقي. آملين في عهد جديد من الحكم الديمقراطي يحقق تطلعاتهم، يتأهب التونسيون إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 من نوفمبر الجاري بعد قرابة 4 سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. يخوض انتخابات الرئاسة 27 مرشحا من بينهم امرأة واحدة، وأيضا يخوضها الرئيس الحالي منصف المرزوقي الذي ينتمي إلى حزب حركة النهضة الإسلامي والذي تعهد حال فوزه بالمنصب مرة أخرى بالتصدي للاستبداد والطغيان. أقول لكم جميعا أنني إذا دخلت رئاسة الجمهورية فهذه ستكون وضد الاتهام الجمهورية مفتوحة لكل القوى السياسية التي تدعم هذا المشروع الذي هو بناء الدولة الجديدة على أنقاض الدولة القديمة. هذا القصر الرئاسي الذي كان مفتوحا سيكون مفتوحا أكثر فأكثر. المواطنون التونسيون من جانبهم وضعوا عدة معايير سيختارون على أساسها الرئيس الجديد، من بينها الحرص على معرفة مشاكل المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم وألا تستأثر فئة باهتمامه على الأخرى. إن شاء الله الرئيس اللي باش يجي يكون شمس تضوي على الناس كل يشوف كل شيء، مش كيما اللي قبله ولا ثم رؤساء آخرين ما يشوفوش حاجات ولا يعملوا على الناس باش يشوف حاجات. إن شاء الله يكون هو يعرف كل شيء، معناتها يكون مطلع على كل شيء، على الصغيرة والكبيرة، الغني والفقير. أكثر واحد رشحه أنا الانتخابات الرئاسية الرشح اللي هو أكثر واحد عنده تاريخ نضالي في البلاد، ناضل في عهد بن علي، ناضل في عهد ترويكا، والتو يناضل ومازال مستعد انه يناضل، ومعناها من كلامه نستنتجوا اللي هو معناها حامل قضايا الشعب. تأتي الانتخابات الرئاسية بعد أيام قليلة من انتخابات برلمانية هادئة فاز بالأغلبية فيها حزب نداء تونس بزعامة الباجي قائد السبسي الذي يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية. ويبقى التحدي الأمني من أكبر التحديات التي يواجهها أي بلد يستعد لاستحقاق الانتخابي، وهو ما يلقي على الأجهزة الأمنية والعسكرية مهمة مواصلة التحلي باليقظة والجاهزية في مواجهة كل من تخول له نفسه المساس بأمن البلاد. يلتقي مسؤولون بالدول الست الكبرى المعنية بملف إيران النووي اليوم في مدينة فيينا عاصمة النمسا. يهدف الاجتماع إلى تحضير المرحلة الأخيرة من المفاوضات المتعلقة بهذا الملف مع اقتراب موعد التوصل لاتفاق نهائي بحلول 24 من الشهر الجاري. ومن المقرر أن يلتقي وزيرا الخارجية الأمريكي والإيراني مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خلال أيام في سلطنة عمان لتقريب وجهات النظر فيما بينهم قبل بدء مفاوضات المرحلة النهائية في 18 من نوفمبر الجاري في فيينا. قال الجيش الأوكراني إن 32 دبابة روسية وأجهزة عسكرية عبرت حدود البلاد من ناحية الشرق القريب من روسيا. واتهم المتحدث باسم الجيش الأوكراني أندري ليسينكو اتهم موسكو بإرسال معدات عسكرية ومرتزقة روس إلى الخطوط الأمامية في القتال الدائر مع الانفصاليين شرق البلاد. في بوركينا فاسو قال الجنرال إسحاق زيدا إن مهلة 15 يوما التي فرضها الاتحاد الإفريقي على بلاده لبدء عملية انتقالية مدنية لا تلزم إلا الاتحاد الإفريقي. يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تطورات الأوضاع في واجادوغو خلال قمة استثنائية تعقد حاليا في أكرا بغانا. كان الجيش والمعارضة والمجتمع المدني والزعماء التقليديون والدينيون قد أبرموا اتفاقا تحت رعاية وساطة غرب إفريقيا بشأن تشكيل حكومة انتقالية لفترة عام وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية بحلول نوفمبر عام 2015، لكنهم فشلوا في المقابل في الاتفاق على الشخصية التي ستقود المرحلة الانتقالية. نشرتنا متواصلة مشاهدينا وفيها بعد قليل دورات تدريبية من الاتحاد الإفريقي للشرطة الفلسطينية بالضفة الغربية. We'll be right back.
بهدف رفع كفاءة وحدات الشرطة الفلسطينية، يعقد الاتحاد الأوروبي دورة تدريبية لوحدات من الشرطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية. الدورات التدريبية شاركت فيها وحدات من شرطة السير وشرطة السياحة وقوات الشرطة الخاصة، بالإضافة إلى شرطة الدوريات وقسم التحقيق الجنائي وضباط غرفة العمليات، وتستمر حتى ديسمبر المقبل. بهدف رفع الكفاءة لوحدات الشرطة الفلسطينية، يعقد مستشارون من الاتحاد الأوروبي دورة تدريبية لوحدات من الشرطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية. الدورة تشتمل على طرق الرد السريع والتعامل مع المواقف الطارئة. حضر المستشارون الأوروبيون وضباط من الشرطة المدنية الفلسطينية التدريب للاطلاع على كيفية أداء الوحدات المشاركة في التدريب في مواقع الجرائم. التدريب بدأ في يوليو وسيستمر حتى 25 ديسمبر. توماس كوبلمان هيل جرين من الشرطة الأوروبية ذكر أن الدورة التدريبية تهدف إلى تحسين أداء الشرطة الفلسطينية. نعقد دورات تدريبية في بلادنا على إجراءات مسرح الجريمة. نرتكب أخطاء ونتدرب على كيفية الاستفادة واستخلاص الدروس من الأخطاء. هذا هو الأسلوب المتبع في كل أنحاء العالم. الدورات التدريبية شاركت فيها وحدات من شرطة السير وشرطة السياحة وقوات الشرطة الخاصة وشرطة الدوريات وقسم التحقيق الجنائي وضباط غرفة العمليات. المقدم طاهر غريب مدير عمليات الشرطة بمحافظة رام الله قال إن الدورات التدريبية ساهمت في تحسين وتطوير أداء قوات الأمن الفلسطينية. هذه الدورات مثل ما حكينا بتكسبنا خبرة وبتطور عملنا وأدائنا، وهذا ملاحظ في عملنا اليومي وفي تعاملنا في آلية التعامل والاستجابة للمواطنين. صار عندنا سرعة استجابة أكثر، آليات التعامل والتواصل مع المواطنين صارت أفضل. شملت التدريبات أساليب التنسيق بين مختلف أقسام الشرطة في مواقع الجرائم. تعقد الدورات التدريبية في الضفة الغربية ضمن برنامج مكتب الاتحاد الأوروبي لتنسيق دعم الشرطة الفلسطينية. عناوين الأخبار، ختام نشرتنا الشاملة. اشتباكات عنيفة في القدس بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وفتح تتهم حماس بالمسؤولية عن تفجير منازل كوادر الحركة في غزة. واشنطن تبحث فرض عقوبات على ميليشيات ليبية، والبرلمان المنتخب يؤكد رفض الحكم بحله. مظاهرات في اليمن مؤيدة للرئيس السابق علي عبد الله صالح وللتحذير من عقوبات أممية محتملة. نهاية العناوين، نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم وإلى اللقاء.